مشاهدي محمديه بريس، السلام عليكم. كنتواجدوا بالقصبه ديال المحمديه. كما كتشوفوا هذا المدخل ديال السور ديال القصبه ديال المحمديه. الموضوع ديالنا وهو هاد الابواب اللي تم الغلق ديالها بواحد الشكل مفاجئ وبطريقه يعني بطريقه غريبه، فقط الاسمنت من اجل غلق ابواب تاريخيه كما كتشوفوا بالصوره. اذا ما عرفناش علاش المسؤولين قاموا بهذه العمليه هذه بهذه الطريقه الغريبه. فإلا كنا كنشجعوا السياحه فما يمكنش ان نشجعوها بهذه الطريقه هذه. اذا كتشوفوا المدخل ديال كما كتشوفوا المدخل ديال السور ديال القصبه هذا. شوفوا الازبال، شوفوا الازبال. اذا اش غادي نقولوا للسياح وكيفاش غادي نشجعوا السياحه؟ اذا شوفوا الجماليه صراحه ديال هذا المدخل هذا في هذا المكان هذا. جماليه رائعه، ولكن كتمحى هذه الجماليه بهذه الطريقه هذه. من المفروض طبعا يداروا واحد الابواب، ابواب خشبيه، وكاين ناس متخصصين في اللي كيصايبوا هذه الابواب هذه، كاينين في المحمديه، كاينين في الدار البيضاء، اللي كيعرفوا يصايبوا هذه الابواب التاريخيه اللي كتعطي جماليه وواحد الرونق لهذا المكان هذا بالمحاداه ديال الجامع الابيض التاريخي طبعا. اذا اش غادي نقولوا؟ اذا لا عنايه، لا شوف انت. اذا انتم شوفوا، شوفوا هنا كانت العافيه ولا كانت شي حاجه، شوفوا الحموم كي دايرين. اذا هذه هي مدينه المحمديه، هذه الوجه الاخر لمدينه المحمديه. انتم باش تعرفوا انه كانت العافيه هنا، شوفوا اللون ديال هذا المكان هذا، وشوفوا اللون ديال المكان الثاني المحادله. اذا هذا هو السور ديال القصبه. تمت عمليه الاسمنت للابواب التاريخيه بطريقه مشينه وغريبه. نخرج شويه نوريكم، نشوف القصبه شويه، نشوفوا كما كتشوفوا هذه النافوره ديال المحمديه. اذا هذه النافوره ديال المحمديه كما كتشوفوا ما خدامش، مكتوب عليها انها تبقى ما خدامش. كما كتعرفوا البارح لحت واحد جوج ديال الصور اللي كان فيها الكروكي ديال هذه الساحه، ساحه المسيره الخضراء، كيفاش غادي تكون بواحد الجماليه رائعه ورائعه جدا، ولكن على ارض الواقع انتم كتشوفوا. اذا الموضوع ديالنا ما كانش هو القرقره، الموضوع ديالنا كان طبعا حاجه اخرى نسجلوها دابا قبل ما ندخلوه، هو غياب العالم الوطني. انتم كما كتشوفوا الغياب، حتى الغياب العلم الوطني وحلوا فيه المسؤولين بمدينه المحمديه. اي حاجه ممكن يوحلوا فيها المسؤولين عندنا، اي حاجه، اي حاجه. الازبال في هذا المكان، في اي مكان، في اي بلاصه، في اي بلاصه. اذا كما كتشوفوا هانتوما، شوفوا شوفوا الشكل ديال السور ديال القصبه. شوف هذه القصبه ديال المحمديه هنا، حنا كنعطيو الوجه ديال المدينه التاريخيه. اذا الموضوع ديالنا كان وهو هذه الابواب هذه اللي تم اسمنتها بطريقه غريبه من طرف السلطات. اذا واش في المجلس الجماعي نقولوها بالدارجه، واش وحل انه يصوب واحد جوج ديال الابواب واحد الجماليه رائعه؟ شحال غادي يكلفوا كاع؟ شحال؟ ويكونوا واحد شي مدافع هنايا في هذا المكان هذا اللي كيتصوروا مع السياح ديال مدينه المحمديه، واللي كتعطي واحد الاشاعه لمدينه المحمديه، يكونوا هنايا، يكونوا الفوق. ياما قلنا هذا الكلام هذا مرات كثيره، ولكن كنحشموا نقولوها. اذا نكتفيوا بهذا القدر هذا. حسبي الله ونعم الوكيل في مدينه المحمديه. الى اللقاء.